السلام عليكم، معكم اليوم سمهان من قناة أصيل تي في. احنا اليوم متواجدين هنايا في بروكسل وفي موضوع جديد، الموضوع اللي كيهم المغاربة كاملين. الموضوع ديال اليوم هو السحر والشواذة. في الآونة الأخيرة شفنا أن بزاف ديال الناس وسورتو في المغرب يعني عندنا تعرضوا للسحر ولا يعني شافوا وعاشوا تجربة في المغرب. دونك هذاك الشيء علاش بغينا نعرفوا الآراء ديال الناس هنايا في بروكسل والجالية المغربية بالخصوص، وبغينا نشوفوا يعني شنو الرأي ديالهم في هذا الموضوع. بقاو معنا. هو السحر والشعوذة موجود، كاين مذكور في القرآن وفي السنة، زعما حق ما يقدرش يكذبوا. اللي باغي يدير، اللي باغي يتزوج بنته، اللي باغي شي واحد يسحر مرات تسحر راجلها، مرات تسحر شي بنت، هذاك الشيء موجود. شوف غير المغرب شنو واقع فيه، مصيبه، المقابر كاملين فيهم السحور، كل شيء كتبدا السحور بالنهار وبالليل. لا الحمد لله انا كنعمل الاذكار ديالي قبل نخرج بالنهار ديما، الحمد لله. مي كنعرف اصدقاء بزاف وفي العائله عندي كاينين الناس يعني فيهم المس ومقيوسين وعمل لهم السحور، وزعما هذاك الشيء خايب بزاف. كنعرف ماشي من نعس من العائله واحد يعني ان جون عنده واحد ملي كان عنده 14 عام تال دابا الى 28 عام 30 عام ما غاكي غويت غاكي بقى يطلع في الحيوطه. الا قربتي ليه وجبتي ليه الفقيه تعرف انه الفقيه راه جاي على بعد 20 كيلومتر، تعرفوا انه جاي وكيهرب بزاف د الحوايج. كتشوف هذاك الشيء يعني هذاك الشيء فظيع. الانسان يقول لك ان ما كاينش السحر وما كاينش الشعوذه، عرف هذاك الانسان ماشي واعي. عشت الحاله، عندي انا اخت ديالي ماشي كبيره عليا بزاف، قول كبيره عليا شي 4 سنين، حقا ديما سحروها ما والو اخي. المهم بنت الراجل ديالها الاخت ديالو تاهي طنجاويه، الناس درادب، دخلت من الدار ما كانت هي دات لها الذهب ديالها واحد الحصيصه، ما عرفش شحال واحد الذهب هنا يعني في اوروبا ما عرفش. اختي مسكينه دخلت الدار تشعطت بوحديتها. واش تشعطت؟ واش تفاجئت؟ ماشي تفاجئت، هي ضحكت، هي تشعطت صافي. ديك العائله تسكنت ديك الساعه، ما نعرف تسكنت ديك الساعه. ابخي 7 سنين بعد عاد الوالدين دوك اكتشفوا ديك الشيء وهادي، وكسوت انا فاكونس عاد عرفت هادشي هذا. خا اش قبيت قلت لك ديك الشيء اللي فيها هضرت مع انا، وهاد الناس مسلمين الحمد لله، ما مسحورين ما والو، ولكن مأدية. هادي الحاله اللي شفت انا. اما السحر وهادشي هذا راه سون بيتي كاين في بلاد موخا. كتشوف شي حالات؟ نو من في يوتيوب كنشوف بزاف، هنا في بلجيكا كنسمع كاين الناس كيحركوا شويه اللي ما كيخافوش الله، ولكن الحمد لله كاين الاسلام بزاف هنا. كاين الاسلام بزاف هنا يا خا، كيما كتشوف بوكس اللي صغيره فيها 90 مسجد. كاين هذا السحر، كاين السحر كاين، وكاين واحد السيد من لافامي كان وقع له نفس المشكل. كانت مرتو كتسحر ليه بزاف، حتى ما يعني قلت صحته، ما بقاتش الصحه ديالو ولا يشوف ويسكت، يعني داز واحد المده اللي سفره فيها، ومن بعد تفارق هو وياها ولا بخير الحمد لله. دابا تزوج بمراه اخرى الحمد لله، دابا راه بخير عليه. هاد الناس يعني عندهم الجهل وقلة الإيمان، لأن الإنسان اللي يمشي عند واحد الشوافة ولا يمشي هذاك تسمى تشرك بالله، واللي يشرك بالله يعني راه كافر. وتنتمنى من هاد الناس بلا ما يبقى يمشيو عند الناس اللي يمشيو يسحروا ولا شي حاجة، يعني راه ما غاديش يطول هاد الشيء. غيجي واحد النهار ما غيبقاش هذاك السحر، غيجي واحد النهار غيحيد السحر، بحال نقولوا كانت ضبابة وغتطلع الشمس وغيبان كل شيء. يعني نتمنى وي السحر في العالم كامل سيغتو لافريك موجود فيه بزاف، وهنا في اوروبا هنا كاين بزاف، لان هنا الناس عندهم الفلوس باش يخلصوا. كاين هنا الناس يديروا هاد الشعوذه وداك الشيء، كاين الناس اللي تيخلصوا الفلوس بزاف، كاين عيالات اللي فلوسهم تيحطوها عند شي السحر باش توكل باش يعني تسكت راجلها. ولكن تنصح انا هاد الناس لان الراجل اللي كان ولا ساكت ولا يشوف ويسكت يعني راه ما بقاش راجل. من الاحسن يعني تحاول تفاهم مع راجلها، او ما عجبهمش ما تفاهموش، الطلاق حل الله سبحانه وتعالى، وهادشي اللي كاين. تنتمنى من الناس يبعدوا من هاد الشعوذه ويستعنوا بالله سبحانه وتعالى، ما تفاهموش ولا شي حاجه ولا كاين شي حاجه يتفقوا عليها وبيناتهم ويديروا شي حل. اما السحر ما ماشي حل، ما غيوصلك حتى شي بلاصه، ولكن انت تشرك بالله سبحانه وتعالى، واللي يشرك بالله راه هذا هو الشرك الكبير اللي ما تيغفرش الله به منه. الحاجه الوحيده اللي ما تيغفرش الله الا الشرك بالله، ما تيغفرش. يقدر يغفر لك الله في اي حاجه، ولكن الشرك بالله ما يغفرش الله به. تنتمنى من هاد الناس يسمعوا هاد الميساج هذا. فوالا فيت بوبليك سان بيشي غاف، سي لو سول بيشي كو ديو نو باردون با. Ça a brisé beaucoup de gens, de vie.
J'en ai entendu parler. Voilà, je ne vais pas dire ma famille aussi. J'ai entendu. Voilà, par exemple au Maroc, on trouve des aiguilles. On trouve des aiguilles avec des fils, avec des cheveux, sous les portes. Mais moi, d'après ce que j'ai entendu, c'était pour briser les couples. En fait, c'est plus touché vers. C'est plus de la jalousie en fait. Et voilà, il faut arrêter en fait tout ça. Parce que les gens. Pardon ? Bien sûr, je crois. Comme je crois en Dieu.